خلينا نروح لزميلي الأستاذ محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع بصراحة، يحدثنا عن آخر المستجدات وفقا لما نشر في موقعه بصراحة. محمود مساء الخير. مساء الخير أستاذ نشهد، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. الحقيقة أوراق التحيات أستاذ نشهد اللي حصلنا عليها وانفردنا بنشرها في موقع بصراحة كان فيها عدد كبير من المفاجآت المهمة، حضرتك طرحت بعضها وهكمل مع سيادتك البعض التاني. اتفضل يا محمود. أولا وده كلام شهادة بما أقوال وردت في التحقيقات على لسان الدكتور حسام حسني، ولمن لا يعرف الدكتور حسام حسني من السادة المشاهدين فهو رئيس اللجنة العلمية خلال أزمة كورونا، يعني رقم 2 أو 3 في وزارة الصحة، وكان واحد من الأطباء المشهود لهم بمتابعة أمور كورونا في مصر خلال الأزمة. من بين أقواله المهمة اللي بنشد تحتها أكتر من خط إنه السبب في إحداث التليف الكبير بالجهاز التنفسي للأستاذ وائل إبراشي رحمة الله عليه حاجتين: شدة المرض والتأخير في بدء العلاج السليم من الطبيب المعالج. والحقيقة الدكتور حسام حسني كرر هذه الجملة، التأخير في بدء العلاج السليم من الطبيب المعالج، في أكثر من 4 مواقع مختلفة خلال إدلائه بشهادته أمام جهات التحقيق في النيابة العامة المصرية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية عن ما أثير بشأن هذا الطبيب الدكتور شريف عباس، وله كامل الرد وكامل الحق. من بين المعلومات اللي أوضحها أصلا أيضا الدكتور حسام حسني أنه هذا الطبيب كان بيتولى الإشراف على علاج الفنان سمير غانم رحمة الله عليه والفنانة دلال عبد العزيز رحمة الله عليه، وأن الدكتور حسام حسني هو اللي بيقول الكلام ده أيضا في التحقيقات، قال أن أسرة دلال عبد العزيز وسمير غانم كان لديهم بعض التحفظ على طريقة العلاج حتى تم نقلهم للمستشفى. إذن هذه ليست الواقعة الأولى. النقطة الثالثة، وهنا على لسان السائق الخاص للأستاذ وائل الإبراشي رحمة الله عليه، وهو سائق كان يرافق الأستاذ وائل إبراشي في آخر 10 سنين من حياته، ذكر نصا في أقواله بالتحقيقات في أكثر من 8 مواقع مختلفة، قال إني دخلت مكان العلاج وجدت عدد كبير من أعقاب السجائر، وجدت طفاية بتمتلئ بأعقاب السجائر، والغرفة التي يعالج فيها الأستاذ وائل فيها ريحة سجائر كتيرة جدا، فقابلت الطبيب المعالج قلت له يا دكتور وانت ازاي بتعالجه ومش لابس كمامة وبتدخن سجائر؟ فقال لي اسمك ايه؟ فقلت له اسمي بهاء. فقال لي يا بهاء ده لسه كورونا نازلة من فوق، وابتسم وسابني. الامر ده ذكره السائق الدكتور الابراشي في اكتر من موقع. لما سئل الطبيب المعالج عن فكرة التدخين انكر تماما داخل التحقيق، وقال انا لا ادخن جنب المرضى، والاستاذ وائل كان على جهاز الاكسجين ولو دخنت جنبه كان الجهاز احترق. من بين المفاجآت اللي كانت في تحقيقات النيابه ضمن اقوال الطبيب انه اعترف بانه اجرى دراسه تجارب سريريه على عدد كبير من المرضى، ولما سئل في هذا الامر قال النص الاتي، قال ان شركه فاركو هي التي راعت، والشركه لها كامل الحق، وده بحسب ما ورد في أقوالي داخل تحقيقات النيابة، إن شركة فاركو هي اللي راعت البحث العلمي الخاص باستخدام السوفالدي لعلاج كورونا، وما كنتش محتاج موافقة علشان أستخدم السوفالدي في العلاج، ودي كانت النقطة الشائكة طول الوقت في الجدال الطبي أو الجدال العلمي في آلية استخدام السوفالدي من عدمه. وأعتقد ده الأمر أيضا كان في الأستاذ سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز رحمة الله عليهم. الأخطر من كده يا أستاذ نشأت، الطبيب واحد من الشهود المهمين في هذه القضيه كان طبيب التحاليل اللي موجود في القضيه. عندما استدعت النيابه العامه وجهات التحقيق طبيب التحاليل لسؤاله، من بين اقوال طبيب التحاليل اللي كانت في حوالي 17 15 ورقه قال جمله مهمه جدا، قال طول الوقت انا كنت ببعت التحاليل اول باول للدكتور شريف عباس وهو الطبيب المعالج للاستاذ وائل الابراشي، لكن عمر ابدا ما كان دوري ان اقول اي توصيات، انا فقط طبيب تحاليل. لكن في نهاية الأمر لما لقيت الحالة الصحية للأستاذ وائل إبراشي تتدهور بشكل كبير وسريع، اتصلت بالدكتور شريف عباس وكلمته تليفونيا وحذرته، فرد عليا وقال لي بذروة الفيروس ومع العلاج هيتحسن. فكان واضح جدا أن الدكتور شريف عباس خلال رحلة العلاج مع الأستاذ وائل إبراشي كان مستريح الضمير أنه الحالة هتتحسن، في حين أن الحالة سائد فيما بعد وتدهور الأمر فيما بعد لحين رحل الأستاذ وائل إبراشي بعد التليف الكبير في الجهاز التنفسي. نقطة مهمة جدا من بين أوراق التحقيقات، عرضوا على الدكتور حسام حسني
داخل اوراق التحقيقات التقارير الطبيه والروشتات اللي كان الدكتور شريف عباس بيقولها او بيكتبها. فالدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لكورونا قال جمله مهمه جدا 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 في غايه الخطوره. قال انه اللي مكتوب في روشته علاج وائل الابراشي كانت مضادات حيويه مخصصه لعلاج الالتهاب البكتيري. مفيش اي حاجه من اللي مكتوب لعلاج الفيروس ابدا الا حبايه صغيره مكتوب عليها الدواء المجهول، هو سماه الدواء المجهول لانه كان من غير اسم، مكتوب عليها قرص كبير وقرص صغير، وده ليس له اي علاقه تماما ببروتوكول علاج كورونا. اذا هذا حسم كبير من رئيس اللجنه العلميه لكورونا انه ما كان يتلقاه الاستاذ وائل الابراشي لم يكن العلاج السليم ولم يكن البروتوكول السليم المعلن من قبل وزاره الصحه المصريه لعلاج كورونا. محمود مهمة جدا. محمود اتفضل يا استاذ. انت ذكرت عندك ان التحقيقات بتقول ان الدكتور محمد عوطج الدين مستشار رئيس الشؤون الصحيه كان يتابع حاله الابراشي وكلف هو الدكتور شريف عباس بالتواجد معه لفترات بشكل ودي. هل كان الدكتور محمد عوطج الدين طبقا للتحقيقات، انا ما اعرفش ما قريتش التحقيقات، على علم بيه انه شريف عباس بيتخذ من وائل الابراشي حاله دراسيه؟ ابدا. الدكتور محمد عوض تاج الدين لم يكن يعلم ابدا ان الدكتور شريف عباس يمارس اي من التجارب السريريه على الاستاذ وائل الابراشي، واعتقد انه كان لو كان يعلم هذه المعلومه ما كان يوافق ابدا. الجديد كمان فكره انه هل فعلا الدكتور محمد عوض تاج الدين كان بيتابع هذه الحاله باستمرار ولا ده تبرع ومحاوله من الطبيب المعالج الاستاذ الدكتور شريف عباس باسم الدكتور عوض تاج الدين ليرهب الاخرين؟ بالظبط، انه يزج باسمه على اساس انه رجل له منصب وله حيثيه وله تاريخ كبير من العمل الطبي والعمل المهني في مصر. فاعتقد ده كان مصدر للجدل والحديث، وحتى احنا شدينا تحتها اكثر من خط. واعتقد بس اعتقد محمود توافقني ان كلام الدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه يجب ما غيره من كلام. يعني انا هسمع مين تاني؟ يعني هسمع مين تاني حسام حسني كقامه وقيمه قال كلام في التحقيقات الرسميه انا اتصور انه يكفي تماما للجنه المنوط بها التحقيق داخل النقابه ان هي تاخده كعنوان الحقيقه. بالظبط، لانه ده رقم واحد في مصر في التعامل مع الازمه داخل كورونا، وعشان نكون منطقيين وعمليين هو واحد من انجح الاطباء بشهاده الجميع، وحضرتك كنت واحد من الشهداء على ده. خلال فتره كورونا كان بيتجاوب وبيتعامل وبيتعاون في كل ما يتعلق بامور كورونا. حتى صحيح. على فكره يا استاذ نشأت، محقق النيابه العامه في هذه القضيه على غايه كبيره من الحرفيه والتقدير، وله كل التقدير والاحترام. لما جه يسال الدكتور حسام حسني ساله اسئله محدده على فكره انه هل العلاج اللي كان الاستاذ وائل بياخده علاج حقيقي له علاقه ببروتوكول الكورونا ولا لا؟ فكانت اجابه الدكتور حسام واللي ذكرها في اكثر من مكان، لا، هذا ليس له اي علاقه بالبروتوكول. تمام. انا محمود سعد الدين رحم الله الاستاذ وائل الابراشي الله يرحمه ويحسن اليه كان قامه محمود. احنا يعني احنا بنفتح الملف دائما، لاني دائما بقول لزمايلي وبقول لك انت محمود انه افضل من كان سيدير هذا الملف الخاص بهذه الكارثه هو الاستاذ وائل نفسه رحمه الله عليه. بنحاول نقول كلمه حق في وسط هذا الزخم وهذا الجدل الموجود. بشكرك جدا زميلي العزيز محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحه.